اهلا بكم في مره جديده مع تكنو هاب وسلسله تعلم لينكس مع باندت. في البدايه بعتذر عن الاجازه الاجباريه اللي خدناها الاسبوع اللي فات، وباذن الله نتواصل حلقاتنا بدون انقطاع في الفتره اللي جايه. احنا النهارده عندنا باندت 19 و20، هنشوف عندنا فيهم ايه. على حسب الوصف بتاع باندت 19 بيقول لنا ان عشان نعرف نوصل الليفل اللي بعد كده احنا في برنامج لازم نستخدمه. هو بيقول ان هنا في برنامج موجود في الهوم دايركتوري بتاع باندت 19 لازم ننفذه عشان نعرف نوصل للباسورد بتاعت الليفل اللي بعد كده. وبيقول ان الباسورد موجوده في سلاش اي تي سي سلاش باندت باس، اللي هي لو بنتكلم على الباسورد بتاعت باند ليفل 20 يبقى احنا هتبقى سلاش اي تي سي سلاش باندت باس سلاش باندت 20. المهم يلا بينا نجرب ونشوف الدنيا هتمشي ازاي مع باندت 19. نكونكت على السيرفر بتاعنا. نجيب الباسورد. اوكي احنا كده تمام، دخلنا. نيجي نبص كده عندنا في الهوم دايركتري زي ما بيقول في عندنا اكسكيوتابل فايل اهو معمول اس، اسمه باندت 20 داش دوم. زي ما هو بيقول كده ده حيران باليوزر اي دي بتاع باندت 20. تعالوا نجرب كده نران البرنامج لوحده خالص نشوف هيقول لنا ايه. قال ران ا كوماند از انذر يوزر، هو بيقول ان الكوماند ده او البرنامج ده هيران كوماند على ان هو يوزر تاني. واي الاكزامبل اهو ان احنا هنحط دوت سلاش باند 20 داش دو ونحط الاي دي. طيب هو قايل ان الباسورد بتاعت باند 20 موجوده في سلاش اي تي سي سلاش باند باس، يبقى احنا محتاجين نقرا الفايل اللي هو سلاش اي تي سي سلاش باند باس سلاش باند 20. طيب يبقى احنا لو جينا قلنا له هنا دوت سلاش باند، لا الاول خالص لازم نقول له لا يا صح 20 داش دو، وبعد كده نقول له كات سلاش اي تي سي سلاش باندت باس سلاش باندت 20. بمنتهى البساطه خالص هيطلع لنا الباسورد بتاعت باندت 20. كده احنا حلينا باندت 19، كانت سهله بس اتعلمنا حاجه جديده. الفكره ان احنا ازاي نرن سكريبت او اكسكيوتابل بروجرام ما هوش موجود في السلاش بين اساسا. لو فاكرين السلاش بين دي اللي فيها الباينري فايلز او الاكسكيوتابل فايلز، البرامج اللي بيستخدمها كل اليوزرز. والفرق بين السلاش بين وسلاش اس بين ان الاس بين دي بتاعت السوبر يوزرز او بتاعت الروتس. طيب هحط لكم في الديسكريبشن شرح للموضوع بتاع الدوت سلاش وازاي نتعامل معاه. خلينا نخش نشوف باند 20 عندنا فيها ايه. احنا غيرنا بس هنا كده، ده خلينا من 19 ل 20 ونحط الباسورد اللي احنا لسه جايبينها دلوقتي. ادينا دخلنا على 20. طيب في باندت 20 بيقول ان في برنامج برضو بيخليك تشغل اوامر باليوزر اي دي بتاع باندت 21. المره دي البرنامج بيعمل ايه؟ بيفضل قاعد مستني ان يجيله الباسورد بتاع باندت 20 من حته تانيه اللي احنا دخلنا بيها، ولو الباسورد صح هيرد علينا بالباسورد بتاع باندت 21. يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه خالص. طب بالهداوه كده القصه ان احنا هنشغل على السيرفر بتاعنا ده اللي هو بتاع باندت سيرفر وكلاينت. هنشغل سيرفر قاعد بيلسن يسمع ان يجي له الباسورد بتاعت 21 لما يبعت الباسورد بتاعت 20. هنعمل القصه دي ازاي؟ هنعمل القصه دي بحاجه اسمها نت كات او ان سي. خلينا كده خطوه خطوه نشوف الدنيا فيها ايه عشان ما نتلخبطش. عندنا في حاجه اكسكيوتابل برضو اسمها اس يو كونكت.
نجرب برضو SU connect. طيب قايل ان اليوزج بتاع البروجرام ده او الكوماند ده ان احنا دوت سلاش SU connect وبورت نمبر، ده البورت اللي هيتم ان السيرفر يليسن عليه والكلاينت يبعت عليه، زي بالظبط ما احنا عندنا في باندت كده هم عاملين اس اس اتش سيرفر. الاس اس اتش سيرفر ده قاعد بيلسن، لما يلاقي يوزر نيم وباسورد سلام بيدخلنا على السيرفر بتاع الاس اس اتش. فهي نفس القصه، اس يو كونكت والليسنر اللي احنا هنعمله بيه ان كات او ان سي بيعمل نفس القصه بالظبط. وبعد كده قال لك ذيس بروجرام ويل كونكت تو ا جيفن بورت اون لوكال هوست يوزنج تي سي بي. If it received the correct password from the another side, the next password is transmitted back. ده اللي احنا قلناه من شويه، انه ولما يلاقي ان جاي له الباسورد صح هيبعت الباسورد الجديده. النقطه هنا ان احنا ما ينفعش نستخدم اي بورت نمبر وخلاص. في بورت نمبرز غالبا اللي هي من اول 1024 بورت، دول بيبقوا assigned by default لسيرفيسز معروفه. فاحنا عايزين نختار بورت نمبر بره الرينج ده. فاحنا بداية كده هنقول له احنا عايزين كده، هنقول له دوت سلاش اس يو كونكت ونختار بورت مثلا 4 5 6. اوكي، ونسيب ده خالص مالناش دعوه بيه دلوقتي، ونفتح تيرمينال تانية هنكونكت على باند 20 برضو. جميل جدا، دلوقتي الباسورد دخلنا، وهنا نقول له بقى عايزين ايه؟ عايزين ان سي وماينس ال عشان ليسنر، عشان ده هيلسن، و ماينس بي الاربع خمسات. بس قبل كده لازم نقول له ايه؟ لازم نقول له ايكو ابعت الباسورد بتاعت باند 20 اللي احنا معانا، وبعد ما يبعت يروح يعمل الان سي او الان كات. الان سي والان كات الاثنين زي بعض بالظبط، بيعمل القصه بتاعت ان هو يفتح ليسنر وممكن يبقى كمان يسيب عليه. طيب اهو كده هو بعت دي، احنا ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا، نجيب ده كده ونحط جنبيه ده. فاحنا شايفين دلوقتي الاس يو كونكت اهو، قال لك اهو ريد ارى الباسورد بتاعت 20 اللي احنا بعتناها هنا. اوكي، باسورد مس ماتش، الباسورد غلط. لا استنى اهو، باسورد ماتشز سيندنج نيكست باسورد، سوري باسورد ماتشز سيندنج نيكست باسورد. فبعت لنا الباسورد بتاعت بند 21 هنا اهي. يبقى احنا كده خدنا باسورد بند 21 نسيبها عندنا عشان لما نيجي نستخدمها بعد كده مع باند 21. احنا كده النهارده اتعلمنا كذا حاجه، اتعلمنا الفكره بتاعت ال دوت سلاش ازاي نران بروجرام او سكريبت، وكمان شفنا الموضوع بتاع الان كات والان سي ده. الموضوع ده مهم جدا وجميل جدا، مفيد في ان احنا ممكن نستخدمه عشان نسند وريسيف حاجات على السيرفر بتاعنا او على سيرفر تاني. هسيب لكم لينكات بتشرح الموضوع ده بالتفاصيل، وما تنسوش ان هسيب لكم برضو الموضوع بتاع الدوت سلاش مع اللينك الاساسي للتحديات والحل على البلوك بتاعنا. اشوفكم الاسبوع الجاي مع 21 و22 و23 اللي هم الثلاثه موضوعهم واحد. نتقابل الأسبوع الجاي إن شاء الله مع باندت ولينكس وتكنو هاو.